امرأة تسأل فتقول إنها تؤخر صلاة العشاء إلى الساعة 9:30 أو 10:00 مساء ثم تصليها ثم تصلي الوتر بعد ذلك، فهل عملها هذا موافق للسنة أم الأولى أن تبكر بها؟ لا، هذا طيب إذا أنها أخرتها بنية الأجر وطلب الوقت الأفضل، هي إلى ثلث الليل أفضل من أول الوقت لمن لا يرتبط بجماعة ولا يرتبط أو ما يأمن أنه ما ينام عنها وينشغل عنها، هذا أفضل. المرأة التي ما تنساها ولا تنشغل عنها وتصليها قبل ثلث الليل هذا يرجى لها الخير إذا نوتها بهذا. أما أنها تبي توخر الصلاة وتقعد تخرط وتقعد تضحك وتقعد مع زميلاتها ومع أو تشاهد الشاشات أو هذا ما لها أجر في تأخيرها. نعم، وهي مفرطة ربما تنساها. نعم.